جددت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها للمربعات السكنية خاصة في محافظتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث خلف القصف والغارات عشرات الشهداء ومئات الإصابات، وذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها 94. من جانبها واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي للقوات الإسرائيلية المقتحمة عبر استهداف آليات الاحتلال المتوغلة برا في القطاع وإطلاق رشقات صاروخية تستهدف مستوطنات غلاف غزة وكذلك البلدات الإسرائيلية بالجنوب. وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 23,084 شهيدا والمصابين إلى 58,926، ذلك منذ بدء التصعيد.